بسم الله الرحمن الرحيم. تتوالى عمليات التوقيف التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان لعديد من أعضاء ميليشيا حزب الله الإرهابية، وبلغ عدد الموقوفين حتى اللحظة حسب ما أشارت إليه عدد كبير من وسائل الإعلام إلى أكثر من 250 شخص. اعترف مجمل هؤلاء العناصر أنهم يتعاونون مع العدو الصهيوني، واعترف هؤلاء أنهم كانوا يقاتلون في صفوف الحزب ضد الشعب السوري، وأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية ضد أبناء سوريا. للأسف لم يتحرك الحق العام ولا النيابة العامة بالادعاء على هؤلاء على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا، بل ادعت عليهم النيابة العامة فقط بجرم التعامل مع العدو الصهيوني، علما أن جرم القتل والإرهاب وارتكاب الجرائم في سوريا هو جرم جنائي وهو جرم إرهابي كبير يجب أن يعاقبوا عليه. من هنا يجب على النيابة العامة أن توجه الادعاء على هؤلاء كذلك، بالإضافة للتعامل مع العدو الصهيوني بالادعاء عليهم بالجرائم الإرهابية التي ارتكبوها في سوريا، وإلا فإن النيابة العامة تكون في ذلك تخالف القانون والدستور اللبناني وتخالف القانون الدولي، وأنها إذا لم تدعي عليهم فهي كذلك تدعم الإرهاب وتغطي الإرهاب، وهذا بحد ذاته جريمة. لذلك على القضاة، قضاة التحقيق العسكريين وقضاة النيابة العامة العسكرية، أن يدعوا على هؤلاء المجرمين الذين يتعاملون مع العدو الصهيوني بجرائم كذلك قتل الشعب السوري وارتكاب جرائم في سوريا واليمن والعراق، وبخاصة أن اعترافاتهم كانت واضحة في هذا المجال. هذا أولا. أما ثانيا للتذكير هنا، فإن شعبة المعلومات التي قامت مشكورة بالقبض على هؤلاء الإرهابيين والمجرمين بجرم التعامل مع العدو الصهيوني لها باع طويل في مكافحة العمالة مع العدو الصهيوني، وكان رئيس الشعبة اللواء الشهيد وسام الحسن كشف مئات الشبكات داخل النظام السوري وداخل ميليشيا حزب الله، فكافأه حزب الله بأن قام باستهدافه واغتياله. وحتى هذه اللحظة للأسف ما زال التحقيق مبهما، بالرغم من أن وزير الداخلية سابقا أعلن أن هناك خيوط وهناك أسماء، والكل يعرف أن المستفيد الرئيسي من قتل اللواء وسام الحسن كان حزب الله والنظام السوري. حزب الله قتل وسام الحسن الذي كان يكافح العمالة، والآن شعبة المعلومات مرة ثانية تقوم بعمل جبار بمكافحة هؤلاء العملاء وهؤلاء المجرمين، بانتظار أن تقوم النيابة العامة بواجبها بملاحقة أولئك المجرمين، وأن لا تتغاضى عن الجرائم الإرهابية التي تقوم بملاحقتها، وإلا فهي تكون شريكة في التغطية عن أعمال إجرامية.